بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم ونحييكم أجمل الترحيب من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن انطلاقاتنا في هذا السباق المحلي السابع. نشهد هذه الفترة المسائية الخاصة لسن الحقائق لأبناء القبائل مع منافسات وتحديات شوطنا الرابع الذي انطلق قبل قليل، الخاص للقعدان من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع البداية، نتابع صوغان لعلي بن سالم بن راشد عن شير المري، بينما المركز الثاني يتقدم فيه رياض لصالح بن محمد بن علي المشروم المري، بينما المركز الثالث ناخذ المركز الثالث في هذه اللحظات صوغان لسعيد بن علي بن سعيد البريص المري، بينما رابع المراكز من ينطلق ويتواجد ملزوم لعوضة بن عبد الله بن حمد بن قبعان المري على رابع المراكز. المركز الخامس، خامس المراكز وخامس المنطلقين الهارب لعايض بن صالح بن حنظل الطلاب الفهيد المري يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء لمراكزنا الخمس الأولى لندائنا الأول عبر قناة ريان الناقلة لكم أحداث وانطلاقات أشواط هذا المساء. نعود مشاهدين الأعزاء مجددا إلى أول المراكز، إلى صوغان لعلي بن سالم بن راشد آل نشير المري من يحتل المركز الأول ويتواجد شعاره في أول المراكز، بينما المركز الثاني رياض لصالح بن محمد بن علي المشروم المري. وعلى ثالث المراكز نتابع اللي ينطلق في صغان لسعيد بن علي بن سعيد البريص المري، ورابع التحديات ملزوم عوضة بن عبد الله بن حمد بن قبعان المري يتواجد شعاره مع رابع المراكز. وعلى خامس المراكز وخامس النداء هنا الهارب لعايض بن صالح بن حنظر الطلاب المري، ولكن حصل دخول في هذه اللحظات من قبل ولد شاهين لمسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري، غير في هذه اللحظات من مركز إلى مركز وفي طريقه لانتزاع المركز الأول، غير إلى ثالث المراكز مع ولد شاهين. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء لمراكزنا الخمسة الأولى. ونعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى أول التحديات، نتابع المنطلق اللي لا زال على الصدارة، نتابع هذا الشعار المميز الذي يتواجد مع الكادر الأول عبر قناة الريان. نتابع المنطلق في أول المراكز، أول التحديات صغان علي بن سالم بن راشد آل نشير المري يتقدم الأسماء الكبيرة في هذا الشوط، بينما المركز الثاني والشاهين لمسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري يعلن التحدي مع ثاني المراكز مع والشاهين، بينما المركز الثالث وصل رياض لصالح بن محمد بن علي المشروم المري. وعلى المركز الرابع يتدخل شعار البريص مع صوغان سعيد بن علي بن سعيد البريص المري. وعلى خامس المراكز شعار بن قبعان يتقدم وينطلق مع ملزوم عوضة بن عبد الله بن حمد بن قبعان المري. ولكن نعود مشاهدي الأعزاء، نعود إلى أول التحديات، والشاهين على الصدارة، والشاهين على المركز الأول، شعار بن سفران مسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري لا زال قائدا لهذا الشوط. يا سلام، الله، يا والشاهين على الصدارة مع الكيلو المتر الأخير، ركز يا بن سفران، ركز مع هذا الأداء الجميل مع والشاهين على الصدارة. هذا هو والشاهين على المركز الأول. المركز الثاني وصل في هذه اللحظات صوغان علي بن سالم بن راشد المري. وعلى المركز الثالث يتقدم فيه الهارب لعايض بن صالح بن حنظل الطلاب المري، ولكن الله، يا الاسماء القادمه، وصل في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء مهلي عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري. ولكن نعود الى المركز الاول، نعود الى والشاهين على الصداره. الله يا بن سفران، ركز مع والشاهين على الصداره. الله على هذا الاداء الجميل، على
هذا العرض التلقائي. مسفر بن علي بمسفر بن سفران المري يقدم لنا ولتشاهين على الصدارة، ولكن وصل شعار النابت مع انطلاقة ومتابعة مهلي عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري. ولكن خلاص السلام مباشرة المشاهدين الأعزاء إلى هالي الريان إلى بن سفران على هذا الأداء الجميل. الله يا بن سفران. مسفر بن علي بمسفر بن سفران المري ينتزع الشوط الرابع مع ولتشاهين وتألقه في هذا المساء الجميل. هذا هو شعار بن سفران مع ولتشاهين على الصدارة. سلام يا بن سفران، سلام سلام للريان، سلام على هذا الأداء الجميل مع ولتشاهين. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصل فيه مشاهدين الأعزاء المركز الثاني جاء في مشاهدينا الكرام الهارب لعايد بن صالح بن حمد الله طلاب المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل مهلي لعبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري. المركز الرابع جاء فيه جير لحمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي، بينما المركز الخامس وصل فيه صغان لسعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري. إذا المشاهدين الأعزاء تهانينا والناموس لمسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري على فوز ولتشاهين بالمركز الأول. والتوقيت الزمن 6 دقائق 11 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. نهني بن سفران على هذا الإنجاز المميز هنا في ميدان الشحانية مع ولتشاهين الذي انفرد عن بقية المراكز. ما شاء الله تبارك الرحمن، مشكور يا بن سفران على هذا الأداء المميز. المركز الثاني 6 دقائق 21 ثانية بدون أجزاء من الثاني. هو توقيت الهارب لعايد بن صالح بن حمد الله طلاب الفهيد المري، بينما المركز الثالث وصل فيه مشاهدي الأعزاء وجاء فيه مهلي. وتوقيت مهلي 6 دقائق 22 ثانية، 6 أجزاء من الثاني. عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. إذا مشاهدي الأعزاء لا زالت